مجرد انك تاخد قرار تروح مشوار فتمشي بالطريق بالشكل ده ازمه، وانك تلاقي الشارع زحمه ومن غير سبب دي برضو ازمه. بس الازمه الكبيره بقى انك بعد ما توصل مشوارك بالسلامه ما تلاقيش لعربيتك راكنه. عدم وجود ساحات عامة لانتظار السيارات بشكل كافي، ده غير ظاهرة اختفاء الجراجات أسفل المباني السكنية واستبدالها بالمحلات التجارية. كل ده خلى كتير من قائد السيارات ويمكن أغلبهم بيستخدموا الشارع في ركن عربياتهم، مش صف واحد بس، لا ده اتنين وتلاتة ويمكن أكتر، وده اللي حول شوارعنا كلها لجراج كبير. ركنة تطول؟ لا صف تاني في الصف تعول يا باشا. ما تكلبش كده، لا ثقة في الله أمان. أنت معاك عبد موتة، تعالى. امان يا باشا، امان الامان. مفيش مكان اركن فيه العربيه، طب اعمل ايه؟ فنزلت جبت فركنتها صف تاني ونزلت اجيب الحاجه وجيت اخدها وامشي. ما هو غصب عنك، ما انت مضطر انك لازم يعني تقف وتستنى صف تاني، مش انت لوحدك يعني. انت لو لقيت مكان حتى لو في بارك ولا بتاع هتركن فيه. ما بلاقيش اماكن جراجات مخصوصه، ولو لقيت جراج مثلا بيكلفني مبالغ، يعني مثلا الساعه مثلا في الجراج اللي هو العادي 5 جنيه و10 جنيه. وعشان الغايه لا تبرر الوسيله، فمش معنى ان عدم توافر الجراجات بشكل كافي اننا نركن عربياتنا في اماكن غير مخصصه ليها وغير قانونيه، ونرتكب سلوكيات هي في الاصل غلط وكمان غير حضاريه. انا اتزنقت مرتين في ان العربيه اللي جنبي راكنه صف تاني وكلبشت، وانا مش عارف فين صاحبها ولا عارف اعمل ايه. فلما نقف صف تاني او صف تالت انا بنعيق حركه الشارع، فبالتالي بعيق حركه اخويا انه يوصل في ميعاد شغله. احنا اتعودنا ان احنا نخالف النظام، انما بره ما بنخالفش لان بنحترم القوانين اللي بره، لكن ما بنحترمش قوانين بلدنا. المظاهر والسلوكيات الغلط اللي بيرتكبها المواطنين علينا ان احنا نتخلص منها بنفسنا، لانها في النهايه بتعود وتاثر على المجتمع كله بالسلب. خالد جمال، هنا العرب.